متوجة بلقب أقوى امرأة في الإمارات وبثقة كبيرة في النفس، تواصل آلاء نازاريان مسيرتها في عالم الرياضة واللياقة البدنية التي باتت نمط حياة لها. نعم، هي واحدة من أقوى السيدات في الإمارات، تتمرن بجهد كبير. لم أرى أحدا يتمرن بطريقتها قياسا بكونها امرأة. الأمر غير متعلق بكونها سيدة أو رجل، فأنا وزوجتي أحيانا نتمرن معها وهي ترهقنا بالتمارين، فحين يأتي يوم تمرين الأرجل مثلا أحيانا نتهرب من هذا التمرين. في البداية كنت أمارس اللياقة البدنية، ومن ثم تحولت نحو رفع الأثقال، ومن ثم نحو تحديات أقصى بالاشتراك في مسابقة أقوى للمرأة، وهو ما أشجع عليه نساء في كل أنحاء العالم. قد يكون بناؤها البدني ليس متوازيا مع منافساتها في مسابقات التحدي، ولكنها الأفضل بينهم على الأقل محليا. أحرزت للمرة الثانية لقب أقوى امرأة في الإمارات، وبإمكان أي أحد الوصول لذلك لو حاوله بجهد. يؤمن الجميع بقدرات آلاء هنا، لهذا فالمتدربون عندها هم حتى من الرجال، وهو أمر لا يحدث عادة في مجتمعات شرق أوسطية. أنا أدرب الجنسين رجالا وسيدات، بالطبع الأمر مختلف عند الاثنين، فنسبة التستيرون عند الرجال أكبر، وهو ما يتطلب نوعا من التدريبات، في حين أن السيدات يحبذن نوعا من التمارين التي تناسب طبيعتهن، ولكن ذلك لا يعني أننا لسنا قادرات على رفع الأوزان. نعم، في الشرق الأوسط الأمر صعب قليل أن يتقبل الناس كون سيدة تدرب الرجال وترفع الأثقال، ولكننا نحن نمضي في طريقنا، والمرأة بإمكانها أن تكون في الرياضة. المكتسبات التي حققتها آلاء خلال مسيرة تمتد لعقد ونصف من الزمان في هذا المجال ستظل تلح عن سر الفوارق التي عانت منها المرأة في مضامير الرياضة رغم تميزهن وقدرتهن على التألق.